نبتدي حلقتنا النهارده بسؤالنا، هل ضمن ليفربول حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد ما تقدم على مانشستر سيتي ب 11 نقطه؟ مانشستر سيتي طبعا حامل لقب الدوري الانجليزي في اخر موسمين، تعثر امبارح بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد، في حين ان فاز ليفربول على برايتون عشان يتقدم على المنافس المباشر ليه ب 11 نقطه بعد 14 جوله. فهل نقدر نقول بقى ان ليفربول خلاص ضمن حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج، ولا لسه ممكن يحصل مفاجات؟